السلام عليكم، مرحبا. عندي هنا TL 494، اوكي؟ يعني هذا TL 494. اليوم يعني هنعمل خطوة يعني شوي عصرية لنعرف كيف يشتغل تي ال، اوكي؟ فتي ال يعني فيه كتير أرجل، أرجل في سي سي الجراوند يعني الريفرنس فيها 5 فولت، عندنا 2 كومباراتور جواته، واحد للجهد واحد للتيار، وعندنا بين ار تي سي تي، واحدة سي تي واحدة ار تي، يعني تحط مقاومة ومكثف على كل رجل مع السالب يعطينا التردد. عندنا رجل 5/7 يعني هي السالب، 12 هي الموجب. عندنا اضرب 4 بينات، 2 كولكتر و2 ايميتر، يعني نحط 12 فولت على المجمع يعني على الكولكتر، راح يعطينا جهد النبضة حوالي 5.8 فولت او 6 فولت، اوكي، على رجل رقم 9 و10. انا حاط النبضة، حاط الاثنين للدات على 9 و10، وحاط التسعة والحداشر على الموجب على 12 فولت، وحاط رجل رقم 13 يعني الاوتبوت هنعمل بوش بول، يعني هنعمل نخرج جهدين، يعني نخرج ها لاي او هاي ولو على خرج يعني على مخرج هذا التي ال، او نستعمل مخرج واحد. فانا راح نستعمل مخرجين يعني نبضتين. وعندنا رجل 14 هي ريفرنس 5 فولت، و15 16 هي تبع التيار يعني تحسس التيار، وواحد واثنين هي تبع الجهد، اوكي. يلا ايش حطينا؟ حطينا معالج او اردوينو، حطينا افوميتر، وحطينا اوسيلوسكوب رسم اشاره، وحطينا كيبورد مع ال يعني مع ال الكمبيوتر، اوكي. يلا، اي والله. الان لو تلاحظوا عندنا 2 ليدات، واحد ابيض واحد ازرق، على خارج 9 و10. حطينا افوميتر على رجل رقم 1، نشوف يعني حطينا رسم اشارة على رجل رقم 10 أو 9، ما يهم، نتأكد أن يعني النبضة شغالة. وجبنا معالج لنغير، إحنا نتحكم في رجل رقم 1 ورجل رقم 16. ليش 16 ليش 1؟ 16 يعني إذا فات الفولت على 1 فولت راح يتوقف عن النبض. ليش 1 فولت؟ لأن 1 فولت يعني يعني حط راسك انك عندك يعني تيار فات الحد، فنعمل بروتكشن ونحط اكثر من 1 فولت على رجل رقم 1، لان رجل رقم 1 لازم ما تفوت 1 فولت، لان رجل رقم 2 كذلك محطين زينر تاع 1 فولت، اذا يعني فات ال1 فولت حيطفي، اوكي. يعني هذا اول شغله. رقم 1 و2 انا حاط 2.5 يعني كشاحن الشور، ولما نفوت في رجل رقم 1 لما نفوت 2.5 حيلغي لي النبض على يعني على الخرج. يلا نجرب. انا حاط يعني اردوينو، حاط موضوع صغير، لنفترض الان حطينا على رجل رقم، نفترض رجل رقم 1 حطينا مثلا اكثر من 2.5. يلا نضغط على اكثر من 2.5 ونحط، شوف يعني ما في نبض والليدات طفل الليدات، اوكي، واعطانا 5 فولت على رجل رقم 1. مثلا نتحكم شوي، نعاود نرجع نروح لهذا الجهاز. يلا اعطينا له 0 فولت على رجل رقم 1، اشتغل النبض. حبينا نغير شوي عرض النبضه، حنضيف شوي يعني نحط حوالي 1 فولت او لحظه، حطينا 0.8 فولت. شوف يعني رسم الإشارة أعطانا تغير في النبضة،
تغير شوي النبضة، نزيد نطلع شوي النبضة، نحط مثلا حوالي 3.3. شوف عرض النبضة، يعني زادت عرض النبضة على الرجل، على رجل رقم على خرج ال يعني على خرج ال تي ال. نخليها يعني عادية، نحط صفر، عفوا نحط يعني نخلي عرض النبضة ممتازة. الآن نفترض أن عدنا يعني جهد، عدنا تيار عالي في في دخل الرجل رقم 16، نحط 16، نعطيها يعني نعطيها أكثر من 1 فولت. أنا الآن إحنا نعطيها 5 فولت، يعني الأرضون يعني يمد 5 فولت، فإحنا نحط 5 فولت على هذه الرجل مثلا. نحط يعني كود، نحط فترة يعني بكل بساطة على رجل رقم 16 حنحط أكثر من 1 فولت. أوكي يلا. شو طفي اللي دي طفوا، يعني ما عندنا ولا تشغيل. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت لهذه النقطة بالذات. أنا هذه النقطة تي ال، يعني تي ال لما تحط له على هذه الأرجلين أكثر من القيمة اللي تكون مثلا إذا زي ما أنت تتعامل مع التيار وأنت حطيت قيمة ثابتة على رجل رقم 15. وإحنا أنا عارف أن الداتا شيت تبع تي ال يقول ما تحط أكثر من 1 فولت على رجل رقم 15، أوكي؟ فيعني أوتوماتيكيا أو تلقائيا إذا فات رجل رقم 1 اللي هو يعني المتغير رقم 16، عفوا إذا كان رجل رقم 16 أكثر أو يساوي رجل رقم 15، فهنا يعني ما حتسيب نبض، يعني ما حنسيبه خرج. أوكي هذه واحدة. روحوا للرجل رقم 1 و2، نعاود نرجع نحط أقل من 1 فولت على رجل رقم 16، راح يرجع النبض عادي. يلا ها رجع النبض، اوكي واشتغلت الليدات. هنا الان نتعامل على رجل رقم 1. رقم 1 راح نغير، يعني ايش راح نعمل؟ راح نعطي له اكثر من 2.5. ليش انا حاط 2.5؟ فلو تروح تلاحظ على كل مخططات شور، شواحن شور، راح تصيب حاطين مقاومتين 10 10 كيلو، واحدة على السالب تروح على رجل رقم 2، واحدة جاية من الريفرنس يعني من بين 14 إلى رجل رقم 2. فلو نقسم 5 فولت على 2 راح تعطينا 2.5، فأوتوماتيكيا لو تحط الأوميتر على رجل رقم 2 حتصيب 2.5. فأنت إذا حطيت الجهد تبع يعني الجهد تبع رجل رقم 1 أقل أكثر أو يساوي رجل رقم 5 رقم 2، ففي هذه اللحظة حيطفي الجهاز، يعني حيطفي التي ال. يلا أنا هنحط الآن أكثر من 2.5 على رجل رقم 1. انظر احنا يلغي كل الخرج. فنعاود نرجع ونحط رقم، نحط صفر مثلا يعني أقل من 2.5، فيرجع يعني يرجع يعطي نبض على الخرج. والحمد لله، يعني هذه نقطة مهمة على التي ال، اوكي؟ يعني حاولوا تركزون معي، نقطة مهمة في التي ال. بعد هذه ان شاء الله، بعد الفيديو هذا ان شاء الله حنروح على رجل رقم 3 ورقم 4، اوكي؟ نسأل الله التوفيق ودعواتكم ان شاء الله. حمزة بليدة الكترو هاي من الجزائر، اخوكم، وتسلموا.